بتاعته. يا استاذ سميحه اسمعي مني، انا باخر الفصل بجيبلك اياهم مطبوعين ومفرغين. لا معلش الله يخليك، بقي عم بسهي الوحده مشان حيدرها. بس هي بس هي. طيب في وحده نسخه؟ ايه. طب ليش ما سالتوا عنا بالمكتب؟ سالنا، قال لسه ما عندهم قوائم بالاسماء. إيه وين بتكون راحت؟ اه يا جماعة أنا كتير بالي مشغول عليها، هاي المخلوقة ما بتعرف تتصرف، ما بتعرف تعمل شيء بالحياة. معقولة وحدة فوق الثلاثين ما بتعرف تتصرف؟ أنتِ شو عم تحكي؟ لك يا نور، أنتم ما بتعرفوا ولا إنسان، لك هاي البنت إذا ضاعت ما بتعرف تسأل، وإذا جاعت ما بتعرف تقول بدي آكل، لك إذا مرضت ما بتقول آخ، لك كتير هاي بنت شفافة، مو بنت، قولوا ملاك نازل عم يتمشى على الأرض. يا الله أنا كتير قلقانة عليها.